استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي فهد المضف، حيث قدم لسموه مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي، وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد. هذا وقد تمنى سموه حفظه الله له التوفيق والنجاح في خدمة وطنه العزيز بهذه المناسبة.